عبد الرحمن الجريسي، رجل التجارة، رجل الصناعة، التلميذ النجيب، الشغوف بالنجاحات، الذي أمضى حياته يبحث عن الجديد. ساعدته الدروس وقناعات كثيرة تعلمها من حياته الحافلة بالنجاح والتألق أن يكون الأول دائما. لكن مفتاحه الذي يخبئ دائما في جيبه له 3 أسنان: التخصص، الإتقان، التكامل. برع في 3 حتى أصبح القامة الاقتصادية الكبيرة الذي رأس رؤوس التجار وأصبح اسمه علما من الأعلام. عمل في بداية حياته بلا أجر وبالمجان حتى لا يجي أحد في يوم ويقول إنه التجار صنعوا نفسهم بالوسطات. عمل بالمجان لكي يبني الخبرة ويصادق الإتقان، فكان ما كان.